ارحب بكل مشاهدينا الكرام مره اخرى هنا بالعاصمه القطريه الدوحه. اليوم ينطلق العرس العالمي، العرس الكبير، نهائيات كاس العالم بلقاء الافتتاح الذي سيجمع بين المنتخب القطري منظم هذه البطوله العالميه ومنتخب الاكوادور. زميلي عماد، يمكن نقول بانه منذ ساعات مبكره من اليوم والجماهير تتقاطر على الحافلات على محطات المترو من اجل التنقل الى الملعب الذي سيحتضن المباراة الافتتاحية، هو ملعب البيت. أمامي جماهير الإكوادور اللي الآن تنتقل من أجل أن تأخذ وتتنقل عبر الحافلات إلى الملعب الخاص بالملعب الافتتاحي. جماهير كبيرة، هناك جماهير كذلك البرازيلية التي تتواجد كذلك من أجل مساندة المنتخب الإكوادوري، وهذا يدخل في إطار الجماهير التي تتكتل من أجل ساندت خصوصا على مستوى المنطقه ديال امريكا الجنوبيه. وهناك الجماهير العربيه التي ستكون الى جانب المنتخب القطري كما تتابع جماهير كبيره، ستتنقل الان الى المنطقه الخاصه بالحافلات، هنا ملعب الخاص بملعب لوسيل، وبعد ذلك التنقل الى ملعب البيت الذي سيحتضن المباراه الافتتاحيه. يمكن نقول بانه اجواء حماسيه منذ الصباح، لا حديث الا على بدايه المونديال، الا حديث الا على المباراه الاولى. صراحه التنظيم تنظيم ناجح، تنظيم جيد، كل الطرق تؤدي إلى ملعب البيت، وأعتقد بأنه المباراة ستكون كبيرة وستكون هناك احتفالية كما تتابع. أحاول أن أقدم الأجواء للجمهور المغربي ببداية هذا العرس العالمي ونهائيات كأس العالم، في انتظار كذلك المنتخب الوطني المغربي، لأنه هناك جماهير مغربية التي ستكون حاضرة في لقاء الافتتاح من أجل مؤازرة المنتخب العربي الذي نتمنى له كل التوفيق، المنتخب القطري. كما تتابع جماهير كبيرة وغفيرة تحضر الآن من أجل التنقل. كل الجماهير الحاضرة هي عندها التذاكر اللي تم اقتنائها منذ يمكن نقول يعني أشهر من أجل الحضور لمباريات ونهائيات كأس العالم. من المنتظر بأنه اللقاءات أنها تكون قوية، وكما تتابع فهناك جماهير مغربية التي ستكون حاضرة، جماهير مغربية التي ستساند. إذا معي بعض الجماهير المغربية عادل زميلي عماد من أجل أخذ بعض التصريحات. مباراة الافتتاح مباراة من المنتظر أن تكون قوية، منتخب القطري منظم هذا البطولة العالمية، كيف تتابع هذا التنظيم وهذا العرس العالمي؟ أولا شكرا لكم، صراحة تنظيم مستوى عالمي، لا من ناحية اللوجستيكية لا الأمنية لا من كل شيء، حماس وصراحة أمبيونس انكرويابل هنايا. كنرتقبوا صراحة المباراة الافتتاح وبيان سيغ الماتشات ديال المنتخب الوطني المغربي، اللي كنتمناو ليه كامل التوفيق وكامل الثقة في العناصر ديال وليد الركراكي وديما ديما مغرب. بالعكس يعني كنتابعوا هذا الحضور الكبير، الجماهير المغربية، عرس عالمي، عرس كبير، كيفاش كتعيشوا هذا العرس؟ احنا عرس كبير وحنا فخورين لان احنا عرب وجينا نشجعوا قطر ونشجعوا هذه المناسبه الكبيره باش ان شاء الله الدوله العربيه والافريقيه تكون ناجحه 100%. هذا هو اللي كنتمناه اذا الجماهير المغربيه. زميلي عماد كما تتابع فالكل سيكون حاضر في لقاء الافتتاح من اجل مؤازره ومسانده منتخب قطر في هذا اللقاء الافتتاحي. نتمنى كل التوفيق للمنتخب العربي المنتخب القطري، وكما قلت انه دائما هناك شغف، هناك حب كبير من اجل متابعه مباريات الخاصه بنهائيات كاس العالم. سنتواصل زميلي عماد مع الجمهور المغربي طيله هذا اليوم من اجل رصد كل تحركات ديال الجماهير قبل وان شاء الله بعد المباراه الافتتاحيه. عوده لك زميلي عماد.